بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده قصه جميله جدا حقيقيه، عايز ابتديها بحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خير منها. صديق ليا هو الحقيقه وهو في ثانوي كان بيحب بنت حب غير عادي، يعني قصة حب من القصص الحب الجامدة جدا جدا جدا. بس هو الحقيقة ما كانش عارف الصحوبية صح ولا الصحوبية غلط، وامتى تبقى الصحوبية صح وامتى طب اعمل ايه؟ طب ما انا في الاخر عندي عواطف، انا شاب في الاخر. فهو بيحكي لي بيقول لي انت لا تتخيل انا كنت بحبها قد ايه، لكن انا رحت لواحد صديق والدي كان راجل كده ايه يعني يدخل في الشباب ويعني ايه يعني تحس انه شبابي قوي وهو صاحب ابويا بس ايه جدع قوي وحكيم قوي. فقلت له انا عندي مشكله. فقال له مشكله ايه؟ قال له انا بحب واحده جدا 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 وحموت وانا صادق والله حموت واتجوزها، بس انا ما عنديش حل غير ان انا نبقى صحوبيه يعني لغايه ما يجي الجواز. فالراجل رد عليه وقال له بص انا عايز اسالك سؤال، انت في سنه كام؟ قال له انا في تانية ثانوي. قال له وهي في سنه كام؟ قال له في اولى ثانوي. قال له يا ابني انا عايز اسالك سؤال، هي ليه رخصه العربيه ما حدش بيسوق الا بعد سن 18؟ قال له مش عارف. قال له يعني ليه مش 15 مثلا؟ ليه 18؟ قال له ليه؟ قال له علشان يبقى وصل لنضج معين، فلما يقدر يتعامل مع العربية اللي هي آلة ممكن يدوس بيها حد وممكن يطير بيها وممكن يكون مستوى نضجه يسمح له ان هو يسوق العربية. هو ليه ما ينفعش تأسس شركة تحت سن 17 سنة؟ قال له ليه؟ قال له لأنك مش كامل الأهلية، لأنك لو أسست شركة مش هينفع. قال له انت فهمت انا بقولك ايه؟ اشمعنا في رخصة العربية وفي تأسيس الشركة بنقول لا ما ينفعش دلوقتي لما اكبر شوية، واشمعنا في الصحوبية ينفع؟ يا ابني انت وهي على الجامعة هتكونوا ناس تانيين خالص، طريقة تفكيركوا في الحياة مختلفة تماما، فهتكسر قلبها وهتجرح قلبها لان هي هتبقى مختلفة عن اللي انت شايفها دلوقتي. قال له يعني اعمل ايه؟ قال له يعني تصبر على نفسك لغايه تانيه جامعه. قال له تفرق ايه تانيه جامعه؟ قال له تانيه جامعه بقى هتبقى زي رخصه العربيه، ايه؟ هتبقى نضجت نضج يخليك ينفع انك تحبها وبعدين تخطبها وبعدين تتجوزها. قال له يعني الموضوع مش حرام علشان بس حرام وخلاص. قال له لا، التوقيت هو اللي غلط، انما الحب ده حاجه جميله قوي. اما كلام حلو بشكل، انا موافق على الكلام ده جدا. المهم ان هو قال له طب اعمل ايه؟ انا مش قادر. فقال له طب بص انت مش قادر خالص، انا هقول لك على حديث جميل قوي، من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. انت وقف دلوقتي لغايه ما تبقى تانية جامعه تقدر تبدا تدخل في قصه حب وجواز وربنا هيعوضك. راح لها وقال لها بصي انا بحبك جدا، انا كل امنيتي في الحياه ان انا اتجوزك، بس انا هوقف العلاقه معاك دلوقتي، هشوفك في وسط الجروب في المدرسه وفي وسط الجامعه، لكن مش هبقى انا وانتي حاجه لوحدينا على جنب، هبقى حريص ان انا اطمن عليكي لغايه، بس انا مش هقيم معاكي علاقه خاصه لغايه ما نوصل للجامعه واكون قادر بقى ان انا اجي اقول يلا ناخد خطوه جديده ونضجنا بما هو كافي. فعلا عملوا كده وطلعوا شاطرين وقدروا ينفذوها، ولفت الايام ودخلوا الجامعة، وفي الجامعة اتقدم لها وهو في ثالثة جامعة كلية الهندسة وكان من الأوائل على كلية الهندسة، وأبوها وافق لأنه عارف من أولى ثانوي إن هي بتحبه. أقول لكم الشيء الجميل، اتجوزوا وعندهم دلوقتي 4 عيال، قصة حب بقية إلى اليوم. فعلا من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. بسمة أمل للي يعرف يعمل إيه في التوقيت الصحيح من غير ما يكسر قلب بنت وفي نفس الوقت يكمل حياة سعيدة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.